التعاوني ديالنا كتصنع السرج المغربي الاصيل، وعندنا الشراء الوطني ديال الصناعه التقليديه من لمده 4 سنين دابا، وحاصل على جائزه وطنيه بالمعرض الاقتصاد الاجتماعي التضامني من مدينه وجده. وهذا المعرض كنجولوا دابا 9 دورات متتاليه. بالنسبه لهذا المعرض لهذا العام هذا ما كاينش اقبال على السلعه كيف ما كانت الايامات الاولى. واش ما عرفنا واش من التوقيت ولا من المواسم فاتوا ولا ما عرفناش فين كاين الخلل عندنا. المهم حنا التعاون ديالنا الاختصاص ديالو هو صناعه السرج المغربي الاصيل. كما كتشوف هذا السرج، هذاك السرج فينا ولا غتشوف باللوازم ديالو بالحزام ديالو بالفطار بالقب بالقلاده بالنشاشه، كنصنعوا له الترشيح ديالو، كنصنعوا العظم، يعني جميع لوازم الفرس والفارس تلقى عندنا في التعاون ديالنا. اي حاجه كنصنعوها نصنعوا حاجه تقليديه 100% وكنصنعوا العصريه، يعني حنا تابعين الزبون اللي بغى شي حاجه نصيبوها له. نصيبوا السرج العادي، نصيبوا السرج البروميير الدوزيام، حنا على حساب العرض اللي طلبنا شي حاجه كنصيبوها له. حنا حقاش كنديروا التجاره كنبيعوا ونشريوا، ما يمكنش ما نخدموش هادي ولا ما نخدموش هادي ولا. التعاونيات راه الامور غاديه مزيانه، كلها بيع وشاري، وكنطالبوا من الله تبارك وتعالى الله يزيد هادشي قدام وصافي هادشي اللي نطالبوا. اللهم لك، الناس كتجي كلها، وكاين اللي كيجي يسول يشري، كاين اللي كيجي كلها على حساب الدار البيضاء. داكشي تقليدي لا، داكشي كله على حساب. هاد السلاح دابا كاين داكشي ديال الماكينه، كاين داكشي على حساب بالليد كله وعلى حساب المستوى ديالو. داكشي مزيان وعامر بزاف تبارك الله، داكشي في المستوى. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.